السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كان مسموع نقدم لكم حلقة جديدة من مختصر السيرة النبوية في سطور، الحلقة الثامنة. في شوال من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بني قينقاع، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. وفي ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة السويق، أغار أبو سفيان على المدينة فقتل رجلا من الأنصار، فخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل. في 10 من ذي الحجة سنة 2 هجرية حضر عيد الأضحى، وكان أول أضحى رآه المسلمون، فضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. في ذي الحجة سنة 2 هجرية توفي عثمان بن مضعون، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بالبقيع، وهو أول من دفن بها من المهاجرين. وفي المحرم سنة 3 هجرية وقعت غزوة بني سليمة، وتسمى قرقرة الكدر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 لما بلغه جمعا لبني سليم. في محرم 3 هجرية وقعت غزوة ذي أمر وتسمى غزوة غطفان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 450 لما بلغه جمعا لغطفان. وفي جمادى الآخرة سنة 3 هجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، والهدف اعتراض قافلة لقريش فغنموها. في ربيع الأول سنة 3 هجرية تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها توفيت أختها رقية ولم يرزق منها الولد. وفي شعبان سنة 3 هجرية تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت زوجة لخنيس بن حذافة رضي الله عنه الذي توفي في رمضان. في رمضان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، ولم تلبث عند النبي إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي الله عنها. في النصف من شوال سنة 3 هجرية وقعت غزوة أحد الشهيرة، وتعتبر غزوة أحد من أصعب الغزوات التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد كسرت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم الأمامية، ودخل المغفر في رأسه الشريف، واشتد الأمر عليه فحفظه الله بنزول الملائكة. غزة أحد كانت اختبارا عظيما للصحابة رضي الله عنهم في دفاعهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنجحوا فيه نجاحا باهرا رضي الله عنهم. غزوة أحد سقط فيها 70 شهيدا من الصحابة الكرام، على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. غزوة أحد ظهر فيها الحب الحقيقي من الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فبذلوا أرواحهم في سبيل حياته. غزة أحد كانت اختبارا حقيقيا ظهر فيه المؤمن الصادق وهم الصحابة، والمنافق الكاذب وهم المنافقين، على رأسهم ابن سلول. في غزة أحد أخذ أبو دجانة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفى به، ونزلت الملائكة ساحة أرض المعركة وغسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. غزة أحد كانت مقدمة وتهيئة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الله أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. غزة أحد فيها من الدروس والعبر العظيمة، وقد أبدع ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ويستنبط الدروس والعبر. في محرم سنة 4 هجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة ومعه 50 رجلا ليعترض طليحة بن خويلد الذي جمعا لغزو المدينة. لما رجع أبو سلمة من هذه السرية انتفض جرحه الذي أصيب به يوم غزوة أحد فمات رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. في محرم 4 هجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهزلي
الذي جمع جموعا عظيما لغزو المدينة. استطاع عبد الله بن أريس أن يقتل خالد بن سفيان الهزلي، وبموته تفرقت الجموع التي جمعها لغزو المدينة. فلما رجع عبد الله بن أريس إلى المدينة فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال: أفلح الوجه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أريس عصاه وقال له: آية، أي علامة بيني وبين سفر سلمان القاهري. فلما مات دفن رجيعه والذي راح ضحيتها 10 من الصحابة، غدر بهم بنو لحيان، فكانت مأساتها شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سفر سنة 4 هجرية وقعت فاجعة بئر معونة أو سرية القراء، راح ضحيتها 70 من رجلا من الأنصار، غدر بهم قبائل رعل وذكوان وعصية، فاجعت بئر معونة من أعظم المصائب على المسلمين. وذلك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على القبائل التي غدرت بأصحابه.